قلت أنا شاطر بالمدرسة، قلت أجيب علامات عالية. دمروا المدارس وما فيش مدارس تروح عليها. أنا ما شفت المدرسة مدمرة، زعلت عليها كتير. أنا ما شريت إزاي؟ أنا نسيت العلم اللي تعلمته بالروضة. هلقيت يعني في حرب، وين أروح أدرس؟ وين أروح أكتب؟ نفسي أرجع المدرسة، ونفسي أشوف أصحابي كمان جماعة. زعلت لما شفت المدرسة مدمرة. أنا نفسي أروح المدرسة ونلعب مع أصحابنا.